بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح ببرقية عزاء ومواساة إلى الشيخ حسين عبد الله الأحول وإخوانه وآل الأحول كافة في محافظة شبوة في وفاة الشيخ عبد الله علي الأحول. جاء فيها: ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ الشاعر عبد الله علي الأحول الذي انتقل إلى جوار ربه بعد عمر قضى معظمه في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة، سواء من خلال نشاطه الاجتماعي أو السياسي أو الإبداعي، من خلال الكلمة والقصيدة الشعرية التي وظفها لخدمة مختلف القضايا الوطنية والتعبير عن هموم وتطلعات الشعب في الحرية والديمقراطية والتنمية والتقدم. وإننا إذ نعزيكم في فقدان والدكم نعبر لكم عن خالص التعازي وصادق المواساة، وذلك باسمي شخصيا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهمكم جميعا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام. يواصل العدوان السعودي حقده ووحشيته على اليمن أرضا وإنسانا منذ أكثر من 4 أشهر راح ضحيته